أبو منازل طالع ما نازل، أبو منازل طالع ونازل، أبو منازل طالع ونازل. من غير مبالغة يا أبو منازل، لا رحت في الطالع ولا رحت في النازل. من غير مبالغة يا أبو منازل، لا رحت في الطالع ولا رحت في النازل. أيام سيرة ودنيا دايرة، أيام سيرة ودنيا دايرة. نازل وطالع طالع ونازل، أبو منازل طالع ونازل، أبو منازل طالع ونازل. الزين طالع تمام والشين نازل، أعوذ بالله من العوازل. أبو منازل طالع ونازل، أبو منازل طالع ونازل. بسرعة ولا عاد يشاور، أبو منازل دايم يغامر. يحسب بسرعة ولا عاد يشاور، أقول له ليش يقول لي كيف، أقول له ليش يقول لي كيف. ليش ما جرب وليش ما حاول، أبو منازل طالع ونازل، أبو منازل طالع ونازل. تعبت أهلك شوية شوية يقول بهلك، يا أبو منازل تعبت أهلك شوية شوية يقول بهلك. عقلي في راسي بعرف خلاصي، عقلي في راسي بعرف خلاصي. وانت ليش تعبان وانا اللي شايل، أبو منازل طالع ونازل، أبو منازل طالع ونازل. أبو منازل طالع ونازل، أبو منازل طالع ونازل، طالع نازل، أبو منازل. هل نازل؟ المزور من أين نازل؟ والله من اللفت نازل. وأنا طالع اللفت. كيف حالك؟ كيف صحتك؟ الحمد لله بخير. أروح ممكن يسوي خير إن شاء الله؟ جاي أزور مسعود ترى شوي. مسعود مسكين، إذا تو مسعود كيف صحته بعد مسكين يتغطر وهكذا وهكذا يعني؟ والله مثل ما جبنا يا المنصور ما تغير شيء، بس نحاول عاد نسوي له طريقة إن شاء الله. مسكين والله يا مسعود. نعم أقول صبوا علي شوية عسى إن شاء الله الله يعافيه وترجع صحته مثل ما كانت. عسى خير، عسى خير إن شاء الله. لكن أنت مو جايب لنا؟ أي والله جاي أزور حمد الأهل. إيش مالك الأولية مسعود الأولية؟ طاح فوق سطح وبتكسر مسكين. أقول ما جاك اخطار من شركة مختار. اخطار؟ ايه قالي وهي صغيرة. ايه قريتها ما فهمت منها شيء. ما هذه المباغي هالناس. وانا بعدين بيني وبينك علاقتي مع شركة مختار انتهت. لا 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 يبغون ضروري لازم تروح لهم للأهمية. لازم يا ابو منصور للأهمية؟ ايه زين يا ابو منازل شركته كبيرة وعريضة وناس عارف وجاي. ايه صحيح اتفاهم مع من اكلم من اخافته. صحيح عندك راي؟ اسمعني. انا رقب المعاملة عندي وخليهم يجيبون هاي مكتبي. يصير كان في ورقة او معاملة او شيء يخصك يجيبون عند المكتب. وانت هات تحب عمره تعال المكتب خلاص. هذا زين. ايش يلا؟ يلا مالا؟ شلالك؟ يلا مالا؟ ما قلتوا هلا اشربني؟ يلا ما اشربني. سامحني سامحني يا اخوي تراني مقصر والله العظيم مقصر. حشاك يا حسن حشاك انت ما قصرت. كيف حال الاخ مسعود؟ ان شاء الله اهون. وعساك زرت اليوم؟ والله يا اخوي يا حسن مسعود مثل ما هو. نعم لان الصدمه كانت كبيره علي. اي نعم شكي. وهاي مسعود ما يتحمل شيء. هاي النوعيه ما يتحملون هالنوعيه هذول. وهاي عاد نهايه اللي يركض ورا الفلوس. اللي يركض ورا الغوازي هاي نتيجه الغوازي. اي لكن علامك اشوفك انت ما طبيعي الخير ان شاء الله. ايش في؟ لا والله أخوي أبو منازل ما في شيء. أنا كنت بغيت أتكلم عن موضوع محسن ومخجل. هات اللي عندك هات. والله يا أخوي أبو منازل الولد هذا متعبني متعبني واجد وأكثر من مرة أحرقني معك. أما بالنسبة لي أنا يا أخوي يا حسن ماشي يا حراج ماشي حراج. والقانون لابد من تنفيذه.
هذا ما في زعل ولا في حرج يا أخوي، ومثل ما تشوف أولادنا لازم يشتغلون ويتحملون المسؤولية برجولة ووعي، ولا بيستوون مثل مسعود ومختار، واللي حصل لهم بيصير له وكذا. هي ما معقولة عندكم امتحانات وتجلسوا جنبي، إيش تسويوا؟ روحوا شوفوا دروسكم. بعدين ما معقولة اللي تسويه يا زهرة، وما معقولة بعد نخليك لوحدك في هذه الحالة وشايلة هموم الدنيا فوق راسك مثل ما يقولوا. يعني لو جلستوا انتوا طول اليوم معي او جلسوا الناس كلهم معي ايش بيسووا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام يا هلا الوالد. كيف حالك يا عالية؟ الحمد لله. ايش مسوي مع الامتحانات؟ ان شاء الله متوفقين، ان شاء الله يكون الحمد لله تمام خير ان شاء الله. اشوف فاطمة حزينة بعد، ايش اللي مسوي بعد؟ ايش اللي صاير؟ لا ما صاير شيء يا الوالد، كل خير ان شاء الله. لعلمك انا الحين جاي من المستشفى. يعني انت كنت عند مسعود يا الوالد؟ كيف شفته؟ تكلم؟ بدا ياكل يا الوالد؟ صبري يا بنت الناس، صبري يا بنت الناس، ما بهذه الطريقة يا فاطمة الله يهديك، خاصة هذه الأمور هذه العلاج والأشياء هذه يبغى لها تأني وصبر، خاصة في الأمراض النفسية. إيش من النفسية هذه يا الوالد؟ الرجال يعطي الناس الأمان يغدروا به وما يصونوا عهدهم، شيء طبيعي بيزعل ويتأثر ويفكر يا الوالد. بيصير خير إن شاء الله يا فاطمة، بيصير خير، إحنا لازم ننتظر لحد ما يرجع لحالته الطبيعية. ترى الدكتور طمني، قال احنا نبغى نبعد عن المكان اللي عايش فيه علشان ما يتذكر اللي صار معه. وان شاء الله كل اسبوعين ثلاثه بيصير زين لا اراد الله. يلا اسبوعين ثلاثه ما كثير، المهم يصير زين. وان شاء الله بيتحسن ان شاء الله، والامور كلها بتتحسن وبتصير زين لا اراد الله. وحين يلا قوم جهزون الغداء عاد، يلا عشان عالي تتغدى معنا بعد اليوم ان شاء الله يا الوالد. عاشو هاي يلا. مشكور. ايه سايره؟ بس تأذن بروح. لا بدل، لا والله حلفت التغدي معنا اليوم. ايه امك كفايه رانا بجهز الغداء. انا بسيرك عن محسن. استريح 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 انت جلسي. ايه جلسي. مو اخبار محسن بعد ما عربشته تعلم العود والربشه هاي والعزف؟ بعده مثل ما تحيده ما تغير. تعرفي يا عاليه اول ورقه عرضت علي في شركه مختار كان طلب من محسن، هون يبغى يفتح سياره جديده بالوكاله على ضمان المعاش. اسمع انت، كان ورطنا ورط نفسه بعد. يعني انتي ما زعلانة علي بيكون؟ ما زعلانة؟ لا طبعا، وليش ازعل؟ انا مقدرة مواقفك النبيلة هذه، ومقدرة كيف انك انت تقدر تفرق بين علاقتك الشخصية والعمل وقيمته واحترامه. هو 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 الكلام الطيب. هو هو هو. والله اني الحين سمعت كلمة الطيبة هاي احس كاني سعيد ومرتاح. والله ما لك حلف علي. نعم. نعم خليه تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام، حي الله بن منصور، تفضل استريح. ايش هذا يا ابو منازل؟ مدير عام ومنسقين وإدارة وموظفين وكمبيوتر وتكنولوجيا وأغلى مرة، إيش اللي صار؟ تستريح أول شيء المنصور وبعدين تكلم. استريح استريح. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والله يا أبو منازل ما شفت أضخم من هذا المكتب بتاتا. نعم حياتي ما شفت. طب أنا عادي إيش أقول إيش أقول إيش أقول؟
أنا اللي بقول يا ابن منصور، أنا اللي بقول. تفضل وقع في هذا المكان أولا. الله يهديك يا أبو منازل، وقع على استلام مبلغ من زمن، من فترة. وقع أنت، ما حد بياخذ منك شيء، لا تخاف، يجوز نعطيك بعد. وقع. إذا كان هذا الكلام صحيح فنوقع. ليش ليه؟ هذا محمد بن منصور. إيه تفضل، هذا نصيبك وحقك يا ابن منصور. مشان ايش هذا؟ هذول يا ابن منصور 4000 ريال. اقول لك مشان ايش هاي، مشان ايش؟ انت المبلغ اللي اعطيتني اياه تتذكره كم ولا نسيته؟ عفا عليك يا ابو منازل، انا انسيه. انا حقيقة أنا اتذكر اني معطنك 100000 ريال عدا ونقدا. زين، المبلغ المئة ألف ريال هذا ظل في الشركة لمدة شهرين. إنجيل. نصيبك من الأرباح عن كل شهر 2%. أي. يعني صار نصيبك عن الشهرين هذولا 4000 ريال. فهمت ولا ما فهمت بعد؟ تو هذه 4000 عن شهرين بس؟ حلال حلال؟ طبعاً حلال يا أبو منصور، حلال حلال عليك. هذا بعد الزكاة ومستحقات الشركة وكل شيء. الحمد لله رب العالمين. والله يا ابو منازل جاي هنا وما في الحال شيء، ما منتظر شيء، لكن هذا رزق من الله عز وجل. اللهم يرزق مختار وسعيه ان شاء الله ما يضيع ابدا، قول امين. يا ابو المنصور انا عارف فلوسك ايش مسويه معاك، مغيره افكارك كلها، واتمنى هذا المبلغ يكون بدايه خير لتغيير افكارك. والله سعيكم مشكور وتجاره لن تبوغ ان شاء الله، قول امين. امين. مسعود، يا مسعود، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الواد مش راضي ينطق خالص. الله يقطع الفلوس وسنين الفلوس السوداء. أهو يجوا يجوا يشوفوا اللي بيدوروا على الفلوس، يجوا يشوفوا اللي مش شايفين حاجة غير الفلوس. وين فاطمة؟ فاطمة دخلت غرفتها تنام، وأبو منازل بعد راح غرفته ونام عاد. ما قادرة أتصور إن خلاص خلصنا الامتحانات. لا والله شفت مبسوطة يعني وفرحانة. بالعكس، أيام الدراسة كان فيها عمل وجد واجتهاد ومثابرة ومنافسة. صح كلامك يا عالية، بالنسبة لنا إحنا الإجازة هدوء وملل وكسل وفراغ. أنا فكرت يا زهرة إني أروح لأحد النوادي الصيفية وأشوف إيش من البرنامج هناك اللي مسوينه في الإجازة، وأحاول أشترك إذا كان عندهم قسم موسيقى. لا والله قسم موسيقى؟ يعني الحين بنبدأ الغناء والطرب والموسيقى، لكن أبوش بيوافق؟ فهذه صراحة ما أدري، لكن أحاول أخليه يوافق. وبمرة خذي أخوك محسن هذا معك لأنه موهوب كثير. فعلا موهوب، فعلا موهوب. في ناس يا بنت الحلال تقدر مواهب نفسها وتنميها، وناس تدمرها وتدمر نفسها بعد. وانا ترى بكلامي كل هذه المواهب اقصد اخوك محسن. على فكرة ترى هو بعد يسأل عنك وعن اخبارك، ولا يعني انت ما ملاحظة؟ انا اسأل عن اخباره لانه اخوك انت وبس لا اكثر. يعني ما يجوز مثل ما تقولي. لا 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 لا, لا. لا يعني ولا يجوز ولا مثل ما تقولي. لو أنا في ذرة عقل أخوك محسن هذا ما راح أفكر فيه، لأنه أصلا الإنسان لا يتحمل مسؤولية نفسه وأفكاره سطحية وعايش في الأوهام. أنا خايفة يا زهرة إن حياتك مع أبو منازل تخليك تفكري في واحد مثله. ليش؟ هذا عيب يعني؟ لا ما عيب، لكن أنا خايفة على حياتك، على مستقبلك. أنت من وين بتحصلي واحد مثل بو منازل؟ أو حتى نص أو ربع من بو منازل؟ يا سلام، إيش هالكلام؟ إيش هالكلام؟ وينك يا بو منازل حتى تشوف وتسمع؟ بناخذ سيارتي ويلا أبوي، يلا خلينا نسيطر الرجال يحرصنا. يا حسن يا بن صفيلة، أنا دائما أتكلم وأقول أنك ملقوف أنت. تو مالك انت الله يهديك، انا جالس اكلمك في المفيد والمستفيد وتقولي خلاص يا راجل اكلمك في موضوع مهم. اي مفيد واي مهم الله يهديك، انت عندك شيء مفيد غير لبيس؟ وانت بعد شيء عندك غير لبيس؟
والدولية والجوازات مالك؟ اسمع انت بالله عليك اتكلم اتكلم يا ابن منصور وقول ابوي كلمنا عن البياس عن الفلوس وشغلاتك الاخرى الثانية. وصفيلح اشوفك فهمت الخبر في لمح البصر. هلا باهات مستخبي اللي بصراحة ما عرفت شيء، لكني اللي ملاحظ لنا يا ابن منصور اشوفك انك شال حمل ثقيل على صدرك وباغي تزيحه. اتكلم ابوي قول اتكلم وانا كلي اذان صاغية. قول ما قالوا لك ايش اللي سويوه معي يعني اخبوك؟ ما قالوا لك ما جابوه تصيرة؟ لا ما قالوا خير ان شاء الله. ايش مستوي؟ الله يسلمك يا ابن صفيلح، هذا ابو منازل مشاكين هو وزوج بنته مختار. ايوه عندي كه شوية اعطيتهم كمين الف والله ما من فلوسي. نعم محتاجين كان عندهم ازمة وايه تو مالك الله يهديك انت؟ انا اكلمك واكلمك في موضوع مهم وانت تضحك وجنيت واموت. لا والله لا جنيت ولا هم يحزنون، لكني بصراحة يا ابن منصور متعجب. متعجب؟ نعم. ما هو هذا العجب يا ابن صغير؟ ابدا، بس قبل كم يوم كنت تغلي وتثور مثل التنور، واليوم فرحان سعيد. تو بالله عليك تبغاني يعني ابعث فلوسي هنا وهناك؟ وانت مجنون مو؟ انا جالس موضوع اكلمك موضوع عن هذا اللي استوى بيني وبينك. اسمعني يا ابوي اسمعني يا ابن منصور يا راعي البيسة، انا عارف السالفة كلها. ايه؟ اعرفها من الالف الى الياء. ايه؟ لكن اسمعني اسمعني اسمع كلام حسن مرة واحدة بس. ليش ما تخرخش مخباك وتعطيهم الفلوس علشان تزيد ارباحك؟ زين ابغى اسالك سؤال يا ابن صفيلة، انت يا راعي البيزة ليش انت ما تعطيهم يا صاحب الالوفات اللي ديك من حد وصو اللي لا بكلل ولا بملل؟ اعطيهم شيء، انت عندك فلوس معانا مساكين. انا خاف ربك يا ابن منصور، انا لو مثل ما تقول عندي آلاف مؤلفة وتجيني من كل حدب وصوب ومن غير كلل ولا ملل كان ما بتشوف حالتي كذا. لكن صحيح اللي يقول ما يلومك إلا المستريح. بن صيلح اسمعني باي اسمعني، الإنسان ينام على الجنب اللي يريحه، والفلوس هذه الراكدة المستخبية في الأدراج هاي ما منها فائدة. المفروض أن الفلوس تظهر وتتمشى على الكورنيش وتنفع صاحبها وتنفع الناس، وإذا ما نفعت الناس فبلاش. صح بارك الله. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟ ايه عارفك، وطبعا تريد الوالد. حاليا الوالد ما موجود، يجوز راح الشركة، ما ادري اذا تعرفها ولا لا. لا ما اعرفها، ابغى اعرفها. شركة مختار زوج بنته. اي مختار زوج اختك. اي بالله اعرفها ونص. يكون موجود هناك فترة الصباح كلها. طيب الله ينور عليك، باذن الله راح امر عليه باذن واحد احد. مع السلامة، مع الف سلامة. معك ابو منازل مدير عام الشركة. اي نعم. من معي اخوي لو سمحت؟ ابو نبيل. حي الله ابو نبيل، كيف الحال؟ يا هلا ابو نبيل، حي الله. نسمع صوتك. كيف حال الاخوه والجماعه الاخ فيق وعبد الله وصالح؟ الله يسلم خير الحمد لله. نعم كوي تفضل. اي نعم. لا الموضوع هذا ما لازمنا في البال، اخو علي بالبال. لكن تعرف عادي يا اخوي ابو نبيل، المسائل هذه يبغى لها تاني ويبغى لها دراسه وافيه، ما يبغى لها العجله. لا تتعجل ولا تستعجل في الامور هذه. اي نعم. لا ابدا، عفا عليك، الفائده للجميع. اي نعم. اي نعم. انزين اجيك رايي. اسمعني انت، ممكن تمر علي في مكتبي. اي نعم، مكتبي هنا في الشركه. وبنشوف هذه الامور، بندرسها مع بعض وبنعرضها بعدين لمجلس الاداره. وبنتخذ فيها قرار. لا عفا عليك عفا عليك. طيب حياك الله اخوي، مع السلامه. شكرا. نحن هنا صارنا ساعة ودفعتها. انتو كيف دخلت ومن سمح لكم بالله؟ منسقك هذا أذكى من أن يعاملنا معاملة الغرباء. بصراحة
نحن قلنا للموظف اللي عندك، قلنا له الله يسلمك ان باغين نسوي مفاجأة. مفاجأة مفاجأة مفاجأة. زين تفضلوا تفضلوا السريح تفضلوا. الله يفضل عليك ان شاء الله. كيف الحال؟ شو اخباركم؟ كيف حالك حسن؟ الحمد لله بخير وعافية. ما دام هذا الانسان هذا بالمنصور هذا راعي البيسة بعيد عني انا بخير. ما الى هذا الحد يا ولد صيلح مالك الله يهديك. اقول لنفسي اصبر يا حسن اصبر، كلها كم من يوم وبيعطوه تقاعد وبنرتاح منه. لا 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 حسن، لا لا لا، هذا الكلام من وراء ظهرك، ما من قلبك هذا الكلام، خلي عنك عاد. طالع لي بين اليوم والثانية آلاف آلاف آلاف، أبوي هذه الآلاف من وراء راسك. آه، إيش من آلاف هذه يا حسن؟ بشر، هات هات، إيش من آلاف هذه؟ مو نازل؟ خير. أبوي أنا بطلع شوية وبرجع لكم، مع السلامة. ظهر، سؤال منه. أبو منازل ما عليك منه، هذا صدق عنده بنية متعلمة مثقفة وجميلة وكذا. قصدك عالية؟ هذه عالية من منصور تستاهل الملايين. طبنا من هالسالفة، باقي هالسالفة هذه خليك بسالفتنا احنا. أنا يا أبو منازل مستعد إني أمولكم بالفلوس. أي نعم، واللي تؤمر بنته، وحتى لو ما عندي والله اني مساعدني حتى استقرض من الاهل والجيران، ما بدي الحيله. يعني السالفه ما سالفه حسن بس، يعني ليش السالفه سالفه حسن وسالفتي انا وسالفه الناس اللي يجون بعد شيء؟ الظاهر بن منصور عجبتك الفلوس، ذقت حلاوه الفلوس الظاهر انك. ها في واستفيد وحكيتها. لا يا بن منصور، لا لا، الامور ما تمشي هكذا يا اخوي. المسائل ما تصير هكذا. هالشركات اللي مثل شركاتنا هذه فيها دقيق وفيها حسابات وفيها اشياء ثانيه واجد، يعني ما كذا بس كراك من هالبودر، فلوس طالعه فلوس داخله فلوس خارجه. لا 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 لا، ما باي وقت. يعني قصدي ابغاك تفهمني كيف يعني. انا قصدي انك انت تنتظر حتى نهايه السنه الماليه، يعني هناك في جرد عام، في تصفيه حسابات، في وضع موازنة مالية سنوية. اي نعم، وبعدين بيني وبينك اي اقتراح يدخل علينا لازم يعرض على مجلس الادارة، وبالتالي نشوف اذا كان بامكان ان احنا نجيبه وناخذ مبلغ اضافي منك او من غيرك. يعني مفهوم الكلام هذا ولا ما مفهوم يا ابن منصور؟ كيف يعني مفهوم ما مفهوم؟ اشوف الامور تعقدت. لكن انا ابغى اسالك سؤال يا ابا منازل. تفضل. يعني هذه الأمور تعقدت لما دخلت فيها أنت ولا لما اقترب أبا منصور؟ لا، هم سببين. إيه؟ سبب الرئيسي مثل ما تفضلت لما اقتربت أنا من هالشركة هذه. آه. أي نعم. أحب أخبرك بعد. إيه؟ وعلى علمك أن مختار كان مهمل. نعم، كان معتمد أكثر شيء على الموظفين بس، وهذا المكتب ما كان يدخله واجد. ولا كان يدقق في حساب الشركة أبدا. لذلك لما دخل بمنازل الشركة اختلفت، وكان لابد ان تختلف. اعرف الجرس مالك من بين الف جرس. يلا دخلي. هذا بيت بمنازل؟ لا والله. يلا. كلها كم شهر وندخل الجامعة؟ يلا كم من شهر وخلاص. يقولوا نتائج الثانوية بتظهر اليوم، وهذه هي المفاجأة، لكن ما بخبرك الحين، في الوقت اللي أنا أريده واللي أحدده، يعني على كيفي. معقولة؟ وكيف عرفته؟ قاسم أخوي جلس يتصل. اتصل جريدة، هناك واحد صديقه يشتغل، قال له إن أحمد نجح، يعني خلاص ضمن يدخل الجامعة. والله شيء زين. انتوا ما كنتوا تقولوا ان امنيته يدخل كلية الهندسة؟ والله احمد هذا محظوظ. احمد ما محظوظ وبس، احمد هذا تلميذ ابو منازل، والحقيقة انا اللي محظوظ، لاني عرفت كيف تفكرون وكيف تقيمون الناس، وعرفت ايضا رايكم الممتاز والصائب. انت عن ايش تتكلم يا ابو؟ أنا بصراحة بالصدفة ما كنت نايم، يعني ما كنت نايم، وسمعتكم تتكلمون عن الموسيقى ومحسن، وكنتوا بعد. يا أبوي يا أبوي لا تحرجنا. بالعكس يا زهرة، بالعكس،
عجبني رايك، رايك ناضج وذكي، وطبعا عجبني بعد راي عالي. هذا جزء من رايي، وبعدين انا ما املك المقدره لا انا ولا غيري علشان نقيم بمنازل. الله اكبر، الله اكبر على هذا الكلام الطيب، الله اكبر. بصراحه يا عالي لما سمعت رايك فيني جددت حياتي، انقلبت حياتي من قديم الى جديد. نعم نعم، انفتحت نفسي على الدنيا والناس والعمل، واصبحت كاني انسان ثاني صراحه. يعني صحيح لما قالوا ان من الكلام لسحرا. نعم. عليكم السلام. كيف الحال؟ كيف حال شريف؟ كيف صحتك ان شاء الله؟ بخير وعافيه. ايش اخبارك؟ الله يعافيك. زينين؟ كيف حالكم؟ اخباركم؟ الحمد لله. عساكم طيبين. الله يعافيكم. كيفكم انتم؟ الحمد لله. كيف الاولاد؟ بحمد الله تعالى. يا مرحبا بكم. كيف حال الشريف؟ الحمد لله طيبين. الله يسلمك. وين احمد؟ الصدقي احمد من شاف النتيجه وعرف علاماته ما شفناه في البيت. وين؟ انا بغيت اهنيه صراحه. احمد فرحان وبصراحة يستاهل كل خيرنا. لكن اللي أشوفه إن شريفة ما فرحانة ولا مبسوطة. إيش فيش يا شريفة؟ ووين قاسم؟ قاسم؟ قاسم هذا من يطلع من البيت ما نعرف عنه أي شيء. يجوز بيت الوالد، وانت تعرفي ان هذا اصبح مكان المفضل. انا يا جماعه الخير استاذن، عندي مشوار 10 دقائق وراجع مطلع. انا ما اعرف ايش اللي مترش يا شريفه، رغم ان هذه السنه مرت علينا على خير، ازمه مختار وعدت، والاولاد الحمد لله نجحوا، والوالد استقر في عمله، احمد وزهره وعاليه بعد كلهم نجحوا، رغم ان عاليه تعبت معانا كثير. ومسعود بيشفى إن شاء الله والأزمة تعدي. مسعود هذا طول عمره بعيد عنا وعن مشاكلنا، يعني حالة خاصة، واللي صار له من مشاكل بسبب أسباب ما حد يعرف عنها أي شيء. كيف يعني؟ والخسائر هذه ما هي فلوس؟ ومو جايز تكون أموال ناس؟ يا جماعة الخير، الرجال مريض وإن شاء الله ربنا تعالى بيشفيه، وكلنا من نتعاون إن نحل أزمته. بس المفروض إن الأشياء الخاصة هذه ما تفسد علينا حياتنا وفرحتنا. يا جماعة سامحوني، أنا هذه المشاكل نستني حتى أجيب لكم حاجة. لا لا، ما في داعي، ما في داعي يا شريفة، جلسي مكانش، البيت بيتنا، وإذا بغينا شيء بنطلب وحدنا. بصراحة يا شريفة أنا ما قادرة أفسر موقفش هذا. خلاص يا شمسة، ما في داعي لكل هذا الكلام. لكن المشاكل ما وصلت لهذا الحد، في يوم نجاح ولدها واليوم اللي نحدد فيه موعد علشان نحتفل بنجاحهم ما حصل شيء يلغي الحفلة وحتى يأجلها. خلاص يا أم أحمد، الخميس الجاي مثل ما اتفق. يا جماعة احنا ممكن ننسى موضوع الحفلة شوية لحد بعدين؟ يعني ايش؟ نلغيها؟ هي ما قالت نلغي الحفلة، قالت نأجل شوية. خلاص احنا موافقين نأجل اسبوع غير. وليش التأجيل هذا؟ احنا ممكن نأجل الموضوع لبعدين، وبعدين انا رايحة اخبركم بالسالفة. يا ترى ايش اللي فراسش يا شريفة حتى تسوي كل هذا؟ ما معقولة مسعود يعز عليه لهذه الدرجة، وما معقولة تكون خايفة عليه أكثر من زوجته، وتسوي من نفسك صاحبة مشاعر نبيلة وطيبة. يا ترى إيش اللي وراش يا شريفة، وإيش اللي فراسش؟ أنت يا فاطمة حرمة عاقلة. وإيش يسوي العقل يا الوالد والرجال ما نعرف عنه شيء؟ انا خبرتك كل يوم ازوره، صحيح اني انا ما قابله اقابل الدكتور، لكن اطمني على الدكتور. والله ما ادري يا الوالد ليش هم مانعين عنا الزياره واحنا نريد نطمئن عليه. انا بصراحه ما شايفه اي شيء انهم هم ما يرخصونا عشان نشوفهم. بعدين انا صايره مجنونه وخايفه وقلقه، ما اعرف ايش اقول للاولاد. موضوع الأولاد هذول يا فاطمة، أنا فكرت أن نوديهم بيت قاسم عشان يلعبون ويستانسون مع الأولاد اللي في سنهم، وإذا كان المسألة. والله يا الوالد أنا ما أدري إيش أقول لك. قول لا إله إلا الله محمد رسول الله ونعم بالله يا الوالد.
لكن والله أنا مستحية منك يا الوالد. خير إن شاء الله. خير مستحية مني يا فاطمة. أنا وأبوي إذا في خاطر الشيء ولا في شيء تكلمي، لا تخبين علي. أنا كنت أريد أقول لك يا الوالد، يوم جيت خطيت مسعود للمستشفى أقول يعني يمكن يفيد الدكتور اللي يعالجه ولا شيء. آه هذا مؤكد يا فاطمة، لأن إحنا بصراحة ما نعرف أي أخبار وأي معلومات ولا نعرف أي سبب. من فترة يا الوالد أنا كنت أشك في مسعود إنه يعرف وحدة ثانية، كانت تجي تليفونات وكان يهتم فيها واجد وكان يوطي صوته بحيث إني ما أسمع شيء، وإذا دخلت عليه ينهي المكالمة على طول، وأنا كنت أكلمه وأريد أعرف منه أي شيء لكن ما رضى يخبرني. كلمي زين، هاتي 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 بعد. ومرة يا الوالد وهو جاي من برا جاء تليفون ترك كل اللي عنده وخرج بسرعة، وبعد فترة رجع وهو ما طبيعي، وسألته لكنه ما رضى يتكلم. اطمني يا فاطمة، اطمني يا بنتي، هاي اللي تشكين فيه ما حال مسعود، هذا يبغى له واحد بشوف شخصية شكله جميل مرتب ما تهمه الفلوس. مسعود الله يشفيه ما في من هالصفات شيء، هذا الله يهديك. مسعود معروف طريقة، طريقة البيسة ونهاية البيسة، هذا مسعود. طمني يا بنتي الله يهديك، ما لك انت. تعال انت وين رايح؟ بروح معاكي. يا احمد ما في داعي، انا رايحه عند عمتك، عندي كلمتين معاها وبعدين رايحه اكلمك انا. ايه يعني تريديني انت؟ اسمعني انت، روح الحين وانا بكلمك بعدين. زين ان شاء الله يا الوالده، لكن وين بتكلميني؟ انا اعرف وين بتكون، مثل ما انا اعرف والدك وين يكون، يوم ابغيك احتاج لك رايحه اكلمك. يلا مع السلامه. يلا مع السلامه. أنا بصراحة ما عارف إيش السالفة، كل دقيقة والثانية عالية وعالية وعالية. إيش هذا؟ إيش هذا يا شمسة؟ قولي لي إيش هذا؟ أنت ما تسمعي؟ ما تعرفي إيش اللي يصير كل دقيقة كل ثانية كل ساعة؟ ما تعرفي إن الرجال لما يوصلوا لسن معينة ممكن يسووا بلاوي إحنا في غنى عنها؟ لا أنا ما صدق، ما صدق ان شريفة هي اللي تتكلم هالكلام معي. لا يا بنت الحلال لا، صدقي ولا بتنصدمين بالامر الواقع وبتقولي يا ليتني سمعت كلام شريفة وصدقته. يا شريفة يا بنت الحلال، انا حاسة فيش من اول لحظة لكني مستحية من نفسي، وبعدين كنت دايما اقول ان شريفة انسانة عاقلة وما ممكن تفكر بهالطريقة. زين زين يا شمسة زين، خليني أنا المجنونة وأنت العاقلة، لكن سمعيني سمعيني زين، قاسم هذا زوجي وشي خصني، وهذا رايح يكون في دائرة اهتمامي 24 ساعة وتحت نظري. يا شريفة سمعي كلامي، لمصلحتش ومصلحة أولادش لازم تشلي هالتفكير من مخش، هذه ما عشرة يوم ولا سنة ولا شهر، لا. وبعدين يا شريفة أنت عارفة قاسم زين، وعارفة إنه إنسان متزن وإنسان عاقل وما يفكر في هذه الأشياء. هيه ويعرف الأصول، ما كذا ما كذا يا شمسة، يعرف الأصول وخلوق وبيكون أكثر من هذا كله، وفجأة تشوفي الواحد منهم ينسى نفسه وبيته وأهله ويتعلق بدمية جميلة وحلوة. وبعدين تعالي يا شمسة، أنت ما تنكري إن عالية حلوة وجميلة وفيها ذاك الدلال والجمال، هذه ممكن تسحر بلد بحالها ما بس واحد. وبعدين ما تسمعي ايش اللي يصير ايش اللي يدور؟ ما تعرفي ان هناك في حكايات ومشاكل لا لها اول ولا لها تالي؟
يجوز أن تكون أكبر مشكلة في حياتي هي بنتي عالية، لأن مشكلتها أكبر من مشكلة والدي محسن. معقولة؟ عادي يا حسن الله يهديك. عالية عالية؟ تقول أن ما مقتنعة من الإجازة الصيفية، تقول وأن تحس بملل بوقت فراغ، فباغية تقتل هذا الفراغ هذا وتشارك في الأنشطة الصيفية من خلال الأندية، يعني في الرسم في الموسيقى. هي عالية تراها تريد الموسيقى، هذا أمر مفروغ منه ومعروف، وعلشان كذي هي تتمادى، لأن الكل يقول عالية عالية عالية. كلامهم صحيح؟ نعم إن كلامهم صحيح. وبيني وبينك يا حسن، هذه عالية جوهرة، نعم جوهرة، لذلك تريد من يقدرها ويعرف قيمتها. لكن بالإضافة إلى الأنشطة الصيفية هاي اللي تقول عنها أنت، زين بعد جيب لها مدرسة في البيت، نعم مدرسة موسيقى، إذا كانت عندها موهبة بتستفيد طالما هذه ربتها. يعني هذا شورك؟ نعم هذا شوري وهداية ربك. يا سبحان الله، ما أدري الحين ليش العصبية؟ واحدة مكانك مفروض تكون مستأنسة وسعيدة ومرتاحة. طبعاً طبعاً تريدني أكون مستأنسة وفرحانة وسعيدة، ليش إن ولدي بيروح؟ يعني ولدك وين بيروح؟ هي الجامعة في بلد ثاني؟ طبعاً جالس تضحك وما هم منك شيء، ليش إن الجو بيفضالك تروح على كيفك وقت ما تريد وترجع وقت ما تريد، وأنا اللي جالسة هنا بين أربع حيطان، وهذا اللي كان ياخذني مشاويري رايح يروح، وانت ما شاء الله عليك كأنها أمنية وتحققت لك، كل يوم والثاني بيت الوالد، رايح بيت الوالد وجاي من بيت الوالد وفرحان ومستانس، والله يعلم ايش اللي يصير هناك. والمشكلة ان الوالد مشغول في شركة مختار وانت بس يا احمد بس، شبعت انا من الكلام، اصلا انت ما عارف ايش اللي صاير. هدي اعصابك يا الوالدة، حاضر وحقك على راسي. يلا سمحوا لي. والله صرتي مثل القنبلة الموقودة، لكن ما أدري متى بتنفجر. طول عمرك مشكلة يا شريفة، هذه الأيام أصبحتي مشكلة مستعصية. ها أشوفك تطالعني كأنك تشوفني أول مرة. والله ماني داري من وين أبتدي، بس الحالة اللي وصلتي لها الحين يا شريفة صارت ملحوظة ومنتقدة، خصوصا بعد اللي صار مع مسعود. ما تظني ان اللي بينك وبين مسعود خافي عني، انا اعرفه من اول يوم والدليل عندي من وقتها. ايه انا عارفة عارفة يا قاسم، ان في هناك اشياء تدور من ورا ظهري، انا عارفة. لا تخلي فكرك يودي ويجيب يا شريفة، الإيصال وقع في يدي بالصدفة. تذكر يا ذاك اليوم لما كانت سيارتي في الجراج، أنا أخذت سيارة أحمد يومها وجدت الإيصال في السيارة، بعد طبعا ما سلم الفلوس المسعود ورجع. بس أنت عارف عارف يا قاسم إن هذه الفلوس نصيبي من بيت الوالد. العموم الحين ما هي مشكلة، الفلوس بسيطة ممكن تتعوض، وأنا مستعد أعوض شيئا إذا كان هذا الشيء بيريحك ويريحنا إحنا بعد. إيه اللي يريحني يا زوجي العزيز إن كرامتي تكون محفوظة، وهذه ما ينفع معاها لا فلوس ولا رشوة. شمسة، إيش أخبار الحفلة؟ والله مثل ما تعرف الحفلة تأجلت بناء على طلب شريفة. شريفة هذه ما أعرف إيش عندها بالضبط، ما أعرف إيش سالفة تأجل حفلاتنا وإيش يعني. هذا قاسم وصل، أكيد عنده الخبر. قاسم عنده خبر؟ قاسم ما يعرف شيء البر عن شريفة. والله يا مختار أن هذا الأيام أشياء كثيرة ما أعرف عنها، خصوصاً الأشياء اللي تخص شريفة هذه. تعرف يا قاسم، قبل لا أجيب شوية كان مختار يسألني ليش شريفة طلبت تأجيل الحفلة، مع أن هذه الحفلة كانت مخصصة لأحمد أول شيء. شريفة هذه صارت مثل القنبلة الموقوتة. أنا قلت لكم من البداية إن شريفة هاي طريقة وأسلوب تفكيرها يختلف تماماً، وقلت لكم إنها بتسوي دائماً مشاكل، لكن ما حد منكم سمعني، والظاهر إنها بدت الحين. تريد الصراحة يا شمسة، المشاكل هذه ما الحين بدت،
المشاكل هذه بدت من أول ما عرفتها، لكن ما حكتشفها إلا الوالد. تبوا الصراحة أنتم بكلامكم هذا تبالغوا كثير وتظلموا شريفة. شريفة ما حد ظلمها، هي اللي ظلمت نفسها وظلمت اللي معاها بعد. اكتشفت إنه أساس مشكلتها كرامتها، كرامتها مثل ما تقول. هي اللي قالت هذا الكلام؟ صدقوا. إذن المشكلة بانت واتضحت، وحصل اللي توقعته وقلت عنه، لكن ما حد سمع لي. لو كان سمعوا كان سمعوا لابو منازل لما شافها وقال رايه فيها واصر عليه. بالله يا زول ما ضيعني الا الكره الارضيه وانت قاعد ومتأنتك، الناس نازله وانت طالع، اي اصبحت مدير عام حته واحده وسايبني خالص التربيه من ناحيه والموجه العام من ناحيه ثانيه. تصدق بالله بيعترض اني اخطأت واني غصبت في عملي. انا قلت له قدامك الاولاد حاول تخلعهم وخلينا نتفرج. يقنع من ويخلمني؟ ايش هذا الكلام بالله عليكم؟ ابوي هذول اولادي، هذول اولادي وانا اعرفهم زين، هذول هم بيقنعوه بنفسه. لا بس ما كذا، ده كل ما يشوفني بيقول لي اهلا اهلا بالزول الكروي. عقب انت يا زول اسمح لي انك انت ما سويت شيء، انت المفروض انك تتصرف مع الاولاد. داير اقول لي اتصرف معاهم؟ اغنعهم شنو؟ اغنعهم كيف ابو منازل دخل الكلام في مخهم ويسكروا؟ لا وحط الختمه عليه وانتهينا. عجبني هذه الحاله، مثل ما سمعنا هذا الكلام المفروض ان ابو منازل يعني. تكلم يا ابو منصور تكلم، ايش اللي تشوفه؟ انا والله اشوف يا اخ حسن، انا انسان حقاني واحب الحق، واقول ان هذا الانسان لازم يتصرف مع الزول. انساله بتصرف يا من منصور بتصرف، ولا يهمك حتى معك انت الثاني بعد بتصرف. انا زي هذا الكلام زي تراكم يا جماعه، ما اعطيتونا فرصه نتكلم، ما اعطيتونا نسمي شويه نقول شيء ابدا. بن منصور وبن منصور، بن منصور بيتقاعد بيتقاعد، انا عارف انه بيتقاعد ولا بدنا من عمل. ها ما كنت عارف هالرجل هذا عزيز عليكم هالحد هذا؟ وهذا الانسان بعد بصراحه ما استغنى عننا، هذا الانسان ما بستغنى عنه، ويوم بيشتغل معي في الشركه بعد بيكون قاوض الأسرة من أولها لآخر طفل فيها. قلب الصخر أبو منازل، يا مثل موج البحر أبو منازل، يا مثل قلب الصخر أبو منازل، يا مثل موج البحر أبو منازل، مثل الندى مثل المطر فيه الحياة فيه الخطر، مثل الندى مثل المطر فيه الحياة فيه الخطر. أبو منازل طالع طالع ونازل نازل، أبو منازل طالع طالع ونازل نازل. اسمع نصيحة مني فصيحة، اسمع نصيحة مني فصيحة لكن صريحة، ما فيها كلمة محرفة ما فيها كلمة محرفة. هذه الحكاية من البداية، هذه الحكاية من البداية حتى النهاية، ما فيها سلفة مزخرفة ما فيها سلفة مزخرفة. وقد يجوز فيها رموز، وقد يجوز فيها رموز كما الكنوز، أو من وراها فلسفة أو من وراها فلسفة. أبو منازل طالع طالع ونازل نازل، أبو منازل.